في فرق بين تدريب الحفاض والقعده على التواليت. القعده على التواليت دي نظافه، دي لذاذه، دي تعود، دي تقدري تعمليها من اول ما ابنك يقعد. عشان كده تقول لك انا قعدت ابني من على البوتي من وهو عنده 6 شهور، هو قعد، هو ما اتعلمش، هو نظيف، وفر عليكي حفاضات. انما التدريب يعني ذهنيا وبيولوجيا الطفل بقى قادر يلقط ان في حاجه هتخرج فيمسك عضلاته والمثانه كويس ويتنبه انه يتواصل. عشان كده الطفل اللي متاخر في الكلام اصبري عليه، يلقط في الكلام ويقول لك وياخدك ويروح التواليت ويعمل، وبعدها يقوم يلبس طبعا بتساعديه في التشطيف، بس بيلبس، بيعرف يدوس، يشد السيفون معاكي، بيعرف يغسل ايده، ينشف. هي دي عمليه خلع الحفاض. السن الصحيح، عشان ده سؤال كلكم بتسالوه، بيولوجيا يعني ايه؟ يعني انا جسمي كعضلات مثانه تقدر تتحكم من امتى؟ تقدر تتحكم من سنه ونص لسنتين. ده بيولوجيا، ده بيولوجيا. فبيجي ناس تقول لك ايه، يبقى قلعي ابنك الحفاض بقى من هو سنه ونص لسنتين ما هو يقدر. لا يا جماعه، في حاجه مهمه قوي، في عامل مهم قوي مع العامل البيولوجي، هو ايه؟ النفسي والسلوكي. انه انا مش مجرد انا بعرف اتحكم ولا ما بعرفش اتحكم، انا بعرف اتكلم ولا لا، انا بعرف اتواصل ولا لا، انا بعرف اركز وانتبه ومصحصح ولا لسه. عشان كده انا بقول لك لا، ما تقلعيش من سنه ونص لسنتين. هو مستعد ان هو يمسك العضلات، بس هو لسه حبيبي مش عارف يسعف نفسه بكلمات. انا رايي الاحسن لو انت عايزه تنجزي البنات من سنتين ونص، من سنتين لسنتين ونص، يعني انا بقول سنتين ونص عشان تنجزي وتخلصي. الولاد يمكن اكتر من كده عادي، يعني في ولاد ممكن تلاقيهم على التلاتة زبطوا. طب هل في اطفال قبل السنتين ونص بتعرف تتحكم في التواليت وتعمل بوتي تريننج؟ اوفي، بس بشرط الام تبقى صبورة وبالها طويل وتبقى بنت مش ولد، عشان الولاد اصعب يا جماعة. هم حبايبي ادراكيا وسلوكيا مختلفين عن البنات، فبيبهدلك الدنيا، فبتعندوا على بعض. وعلى فكرة بيبقى فترة توتر، اولا بتهز ثقة الطفل في نفسه، وبتتعبك بعدين معاه في حاجات كتير. هي التراكمات دي اللي بتخليكي بعدين تقولي له يمين يمشي شمال في كل حاجة. انا عارفة ان في ناس امكانياتها ما بقتش قادرة على الحفاضات، وعندها طفل واتنين، والحياة غالية. انا عارفة، عايزة تقلعي قبل. انا عندي اقتراح جميل، هاتي اللي بتاع الكيلوتات المشمع دي، اللي هي بتبقى من بره مشمع ومن جوه قط، هاتي 3 مثلا واغسلي على ايدك، سهله دي، هتنشف في ثانيه، الدنيا حر. وبالليل بس هو اللي حفاض، اديكي كده وفرتي في الحفاضات لغايه ما ابنك يبقى مستعد. طب مش قادره، لا انا لازم اقلعه الحفاض، يبقى انت تصبري بقى، انت قلعتيه بدري عن ما هو مستعد، مش المفروض هو اللي يحاسب على المشاريب. يبقى انت اللي محتاجه يبقى بالك رايق وهادي، وتعالي ما يبقاش الخطه يلا نقلع الحفاض، لا يبقى احنا بنتمشى، تعالي يا حبيبتي ندخل الحمام، اللي عندها توأم دي استني يا ماما، بلاش انت اصلا عندك 2، الله يكون في عونك. نتعلم ايه بقى لغايه ما يجي وقت قلع الحفاض؟ نتعلم الناس ليه بتقعد على التواليت، ولما بتقعد على التواليت انها ما بتقعش. نتعلم خطوات ان احنا بنشطف، نتعلم ازاي نغسل ايدينا صح، نتعلم ان في فرق ما بين البول والستول اعزكم الله. فلما نيجي نغير، ما هو بيطلع بول، وقت ما يطلع اقول ايه ده، ايه اللي خرج ده، ده اسمه ايه، ده ريحته، ياه، انما احنا نضاف ما نحبش ريحتنا تبقى كده. ده الستول، ده الستول ده مش مكانه في البامبر. لما نيجي نغير، ده مش مكانه هنا، ده مامي بتاخده وتحطه وترميه فين مثلا؟ الستول نفسه في التواليت، او ترموه في التراش زي في الزباله زي ما بتحبوا بتعملوا. فده مكانه هنا مش مكانه عندنا، احنا نضاف، احنا نهيئ الطفل نفسيا. عايزه تقعديه على التواليت لعب اوكي، عايزه تجيبي بوتس يقعد عليها اوكي، بس خليكي واثقه ان هو هيقعد عليها اول يومين عشان بيلعب ومبسوط قوي، وبعد كده مش هيرضى يقعد عليها. ويا جماعه شيلوا فيشه الناس بتقول لكم ايه. انا سمعت كميه كلام مع بنتي الكبيره، لانه هي كانت مستعده جدا، بس احنا كنا في الشتاء، فما كان عمري ما هقلع الحفاض في الشتاء، وعمري ما هقلع الحفاض على الخريف ودخلت الشتاء، خدوا بالكم، لان كله هيتهد وهرجع عيد تاني في الصيف. فانا شلت من ربنا خلق لك 2 ودن، بندخل من هنا ونخرج من الناحيه الثانيه. وبعدين هم مش بيتهموا ولادك، هم ساعات بيتهموكي انت، ان انت ست يعني انكومبتنت، انت مش عارفه انت بتعملي ايه، انت مش عارفه تتحكمي، انت مش شاطره زيهم. طب هم ليه ملتفتين قوي ان هم يثبتوا انت اشطر ولا هم؟ علشان هم مهددين بس بوجودك، هم اللي ثبتت مش انا. انا كميه الناس اللي سالتني هو انتوا ولادهم قد بنتي، هو لسه، هي لسه باكينام ما قلعتش حفاضها،
هي لسه ما بتوظف الناس. انا اخسر انا وبنتي ليه؟ والناس دي هتنفعني بعدين اما اعجز وانا وبنتي بس في السرير بتقومني وبتدخلني الحمام او بتحميني حتى؟ ما انا وبنتي، هي حنيتنا احنا مع بعض اللي فاضله. مش مهم الناس شايفه ايه، انا شايفه بنتي قد الامتحان ده ولا بنتي هتتبهدل معايا؟ تتبهدل معايا يبقى شكرا، يبقى انا استنى لما الوقت يبقى مناسب ومخسرش نفسي. احنا مش في سباق، العيال يا جماعه مش خيل سبق بنركبه عشان نوصل بيه لاهداف اعلى. وبعدين يا جماعه اللي ما قلعش الحفاض النهارده والله العظيم هيقلعه، عشان انا ما شفتش عروسه في الكوشه لسه لابسه الحفاض تحت فستان الفرح. خلاص يا جماعه بقى، صلوا بينا على النبي بقى وتقبلوا ان الموضوع هيخلص.